هذا روتري هذا هو. حايد عليا. هذا روتري هذا والله بيعرفني يطلع له. هاودي قاعد يدير له يدير له يطلع معاه. يا رو راهي خاطرك في داير. تكلم حاج. يا. والله من عيال خالد. يا سبورتيف من عيال. واحد يبلع على كل شيء. عز 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 هذا مشي منكر هذا مشي منكر هذا مشي منكر هذا مشي منكر مان سيتي راه تلعب وين يربد وين السلام عليكم. شو مباراة كان شوية صعبة في المنعرج الشوط الأول وين تلاقينا في طاقة حمراء الحارس تاعنا ولا كملنا الماتش تاعنا بعشر لاعبين الحمد لله اللاعبين كنا رجالة فوق التيران فرحنا الجمهور تاعنا لم يخفيلك شفيني الشكر هو كان لاعب رقم 12 الحمد لله وإن شاء الله ربي يفرحهم في المباراة القادمة وإن شاء الله الزرقاء ما طيحش إن شاء الله برجالة وماليها إن شاء الله ما طيحش إن شاء الله. هو مباراة اليوم كانت صعبة علينا شوية كانت علينا شوية لا بريسيون باسكو ما يخفالكش ماتش اللي عدى في استادنا هنا مع بوفاريك جانا ماتش صعيب وما ربحناش اليوم عوضنا هذيك كما نقولوا احنا كانت بالنسبه لنا التعادل كان بطعم الخساره اليوم الحمد لله حققنا الفوز بصعوبه تعاوننا بمجهودات الاداره الطاقم الفني للجوار والحمد لله جبنا ال 3 بوين ونتمنى ضمننا الباقه 80%. وما عندكم مباراه صعبه امام الاربعاء نورمال مباراه ككل مباراه احنا اي مباراه نحضروا لها كيف كيف ما كانش ماتش سهل ماتش صعب بربي ان شاء الله نخدموا لها سمانه كامل مع ستاف تكنيك ونجيبوا 3 بوان بربي يديروا بريسينغ للفريق الخصم والحمد لله يا ربي نشكر الحباش واللاعبين على الايفور اللي قدموه ان شاء الله بربي. عندكم مباراه صعبه والمباراه القادمه خارج الديار امام الاربعاء كيفاش راح تحضروها وما هدفكم هذه المباراه؟ احنا نحب نشكروا اللاعبين كما قلت لكم اللي التحقنا بالفريق كانوا توجور يديروا ليفور قدموا اللي عليهم ابار كاين مقابله تاع ترجيم صغالم وين خرجنا اكوتي شويه وحنا المباراه تاع الاربعاء نروحوا فاني بيان كونسونطري في الماتش الا تقنا ان شاء الله بربي نجيبوا الماتش ماذا بينا احنا نجيبوه توجو المباريات هذو ندوها كوم دي ماتش دي كوب حتى لافا ان شاء الله بربي.